سيدات والسادة مساء الخير. أحداث أخيرة عصفت في الأردن في الأيام الماضية، كان أبرزها مقتل الكاتب الصحفي ناهد حتر، سبقها الاعتداء على صناديق الاقتراع في العملية الانتخابية التي جرت الأسبوع الماضي، وتلاها أحداث شغب وقطع للطرق ومنع مارة نتيجة الاحتجاج على نتائج الانتخابات. عيارات نارية أطلقت في مواكب الاحتفال، صاحبها إصابات من أجل الاحتفال بفوز النواب إلى مجلس النواب. الطريق إلى القانون وسيادة القانون كلها تؤكد أن هذه المؤشرات التي حدثت أن الطريق ليست معبدة بالكامل أمام الحكومات، مع أن الحكومات هي التي تحتكر القانون وتحتكر العنف أحيانا بالتعبير العلمي الاجتماعي. كل هذا يدفعنا للسؤال، كيف نسير إلى القانون ودولة القانون وسيادة القانون؟ وأسعدني أن أرحب هذا المساء بضيفين العزيزين معالي الوزيرين الأسبقين السيد أيمن مجالي، أهلا وسهلا بناصر، وأيضا أرحب بمعالي الباشا مازن قاضي، أهلا وسهلا بكم. قبل أن نذهب إلى الحوار ونبدأ، نعود إلى تقرير خاص حول هذا الموضوع وحول موضوع الأحداث الأخيرة ثم نبدأ حوارنا، ابقوا معنا. أحداث متسارعة وتحديات أمنية واضحة، تساؤلات حول سيادة القانون، فمن الاعتداء على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الأخيرة إلى أعمال الشغب في عدد من المناطق، مرورا بمقتل شابة بعيارات نارية طائشة أطلقت احتفالا بفوز أحد النواب في الانتخابات، وصولا إلى جريمة قتل الكاتب الصحفي ناهد حتر أمام قصر العدل بالعاصمة عمان. الأحداث التي وقعت مؤخرا وبحسب مراقبين تدق ناقوس الخطر لسيادة القانون، والذي من المفترض أنه يشكل عصب الحياة للأردن وحجر الزاوية لاستقراره وأمنه، بدءا من الاعتداء على صناديق الاقتراع في دائرة بدو الوسط والتي أثارت جدلا كبيرا وشكلت سابقة في الانتخابات النيابية بالأردن. وبالرغم من إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع الصناديق المسروقة أعيدت، إلا أن صندوقا يحمل الرقم 92 لا يزال مفقودا على الأقل حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. الاعتداء على صناديق الاقتراع يمثل اعتداء على إرادة الناخبين ومحاولة لتزوير الحقيقة واللعب بالنتائج، الأمر الذي شكل ضربة موجعة للعملية الانتخابية حتى لو لم تؤثر تلك الصناديق على النتائج، إلا أن مبدأ سرقتها والاعتداء عليها يشكل نقطة سوداء بحد ذاتها. انتهت الانتخابات وبدأت احتفالات النواب الناجحين، إلا أن إحدى تلك الاحتفالات خرجت عن إطار القانون وراح ضحيتها شابة في مقتبل العمر، ضحية لرصاصات طائشة خرجت من أسلحة المحتفلين الذين ضربوا بعرض الحائط القانون الذي يمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات. الأردنيون أمسوا بصدمة مقتل الشابة في احتفالات النائب ليصبحوا على جريمة بشعة راح ضحيتها الكاتب ناهد حتر الذي قتل أمام قصر العدل في العاصمة عمان. الكاتب حتر، والذي أثار الجدل قبل مدة من الزمن بسبب إعادة نشر كاريكاتير اعتبره كثيرون يسيء للذات الإلهية، لقي حتفه برصاصات أطلقها رجل اعتبر أن له الحق بإنهاء حياة شخص لمجرد أنه أساء، دون النظر إلى أنه يعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا يملك أي شخص فيها أن ينفذ القانون بيده. الأحداث الأخيرة أظهرت شرخا واضحا في المنظومة الاجتماعية والأمنية، شرخ لا بد من تداركه حتى لا يمس النسيج المجتمعي الأردني، فلا بد للقانون أن يأخذ مجراه وحتى نثبت أن الأردن كان ولا يزال دولة قانون لا مكان لشريعة الغاب فيه. نعود أعزائي المشاهدين ونبدأ حوارنا مع ضيفينا العزيزين معالي أبو ناصر، إذا بسمحنا باشا نبدأ من اليمين طبعا. مقتل الكاتب ناهد حتر أمام قصر العدل في وضح النهار، البعض رأى أن هذا يعني كان يجب أن يحظى بتطبيق أفضل للقانون، حماية أفضل، خاصة أنه يجلس وينظر أمام المحكمة بأكثر من قضية. كيف تفسر ما حدث؟ يعني طبعا أول إشي بننقل تعازينا
الحارة لأهل الفقيد، ونعتبره أيضا شهيد من شهداء هذا الوطن فقدته الأردن، وإن شاء الله ربنا بيساعد أهله ويمررهم من هذه المرحلة. طبعا القرار أو الاغتيال بحد ذاته يعني مأساة كان، وله آثاره السلبية سواء الداخلية والخارجية، وخاصة أيضا لأنه ناهض مش فقط هذا، لأنه أيضا من الإخواننا المسيحيين أيضا اللي رايح، يعني الرأي العام الغربي يأخذ هذه ويحاول زي ما في وقت أصلا المسيحيين في العالم العربي، في العالم العربي. طبعا إحنا من هذه من هذا الحديث إحنا كلنا إخوان، والمسيحيين جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وعنصر أساسي في هذا الوطن، وهم إخواننا، وإحنا في الأردن ما في عندنا هذه. لكن الحقيقة يعني في كثير من الناس كانوا في السابق ولغايات فترات قريبة يحذروا من هذا النوع من الإرهاب اللي موجود، يعني في مجتمع حقيقي بده معالجة في ظل أجواء الفقر والبطالة والتطرف وما يرى على الجانب السوري وما يرجع العراقي وما يرى أيضا على الجانب اليمني والفلسطيني. فأنا بعتقد الحادثة خطيرة، يجب أن يعاد النظر فيها بطريقة جدية حتى نتجنب في المستقبل أي مشاكل على هذه، لأنه هذه قد تؤثر على أيضا كافة المسارات الأردنية. فيعني برجو من الأجهزة الأمنية أنه تركز على هذه. بس بدي أحكي شغلة مهمة حقيقة صرت ألاحظها بالفترات الأخيرة من في محاولة سواء خارجية أو داخلية من ضرب الحقيقة الثقة في الجهاز الأمني الأردن بكافة فروع. أنا بحكي بلاحظ ذلك من حادثة البقعة لحوادث أخرى، للركبان، لكل شيء. تجد أنه في جماعة سواء في الخارج أو في الداخل، طبعا عن اللي في الداخل سواء عن حسن نية أو عن سوء نية قاعدين عم بيدخلوا، هذا جزء منه للأسف الشديد، وأنا بقوله بيدخلوا فيها قاعدين التنافس الداخلي بين الأجهزة، وهذا لازم نتجنبه لأنه هذا في النهاية سيكون مدمرا للبلد. صحيح. هذا جهاز أمني يجب المحافظة عليه سواء بنحبه وما بنحبه، لكن هو سند الوطن وعماد الوطن، والحقيقة الحاجز اللي بمنع أي إنسان من التطاول على هذا الوطن وحدوث مثل هذه الأحداث. فكل ما ترى أنت في يعني أنا صار لي حوالي 3 أشهر 4 أشهر بنظر لهذا المشهد وبشوف الخطورة اللي ناتجة عن هذا المشهد اللي هي حقيقة محاولة إضعاف الثقة. المواطن دائما بيثق في أجهزته الأمنية ودائما ليس له سبيل إلا ذلك. لكن الحقيقة في المرحلة الأخيرة أنا أجد إنه هنالك في أناس سواء من الخارج من خلال التعليقات اللي بتشوفها على سواء على الصحافة المكتوبة أو على الصحافة المرئية أو على الصحافة اللي هي الإلكترونية، تجد أنه هنالك في هجمة حقيقية على هذا. حتى التعامل في بعض الشغلات اللي أنتوا بتشوفوها، مثلا فلان من الجهاز الفلاني ضرب في جهازه، هذا كله حقيقة اتجاه معين. فلابد انه اعاده الدراسه، اعاده النظر في البنيه الامنيه بحيث انه نحافظ على هذا الوطن للمستقبل ان شاء الله. باشا، يعني يمكن انت اخبرنا في هذا الجانب. اول شيء مبروك النيابه. بارك فيك. انا نسيت ابارك لك باشا. الف مبروك. يعني لا نناقش دور اجهزه، انما نقول هو تعدي المواطنين على القانون، وهذا ما يضعف السمعه العامه للبلد. يعني لما واحد بقرر يقتل واحد بده يحاسبه، لما واحد بقرر يطلق عيارات نارية بكثافة في وسط أحياء في عمان ساكنة، لما واحد بقطع الطريق. يعني اليوم إحنا أمام مشكلة زي ما تفضل علي، إنه هي أحداث مجتمعية، أحداث لناس خارجية على القانون، لكنها تظهر أحيانا. بقول لك والله يا عمي الأجهزة مرتخية، وهذه مقولات شعبية لكن يراد فيها كذلك ويراد فيها كذلك. صحيح. ما هو تعليقك؟ يعني سيدي، يجب أن يدرك الجميع ويجب أن نعترف جميعا أنه الوطن أمام تحديات ومخاطر جسيمة، أمام تحديات أمنية وأمام تحديات اقتصادية وأمام تحديات سياسية. واستطاع الوطن
بمكوناته الرسمية والغير رسمية، بجيشه وأجهزته الأمنية وحكوماته المتعاقبة، أن يحقق الشيء المرضي من الاستقرار الأمني عبر الخمس سنوات الماضية. طبعا ما يجري من حولنا وحوالينا يؤثر على الداخل الأردني، ويجب أن ندرك أننا مستهدفون من الخارج، وأيضا يوجد ناس من داخل الأردن يستهدف هذا الوطن. طبعا الجريمة النكراء التي حصلت وقيام الجاني بإقدامه على قتل الصحفي ناهض حتى أمام قصر العدل، حيث العدل والعدالة، يعني مجرد اختيار المكان واختيار الزمان واختيار الشخص، يعني شيء يبعث على عدم الرضا وعدم السرور، شيء يعني حقيقة يدمي، شيء أنا بعتبره جرح في جبين الوطن وفي كف الوطن الأردني. هذا الشيء مستنكر ومستهجن. طبعا احنا كأردنيين وكعرب وكمسلمين، يوجد ما بيننا وبين المكون المسيحي الموجود في الأردن، احنا كلنا مكون واحد، اهل البلاد مكون واحد من حيث التاريخ المشترك، مكون واحد من حيث اللغة، مكون واحد من حيث قوميتنا العربية والأهداف ومن حيث انتمائنا لتراب هذا الأردن، وجميعنا مسيحيين او مسلمين ومسيحيين، احنا نحافظ على الوحدة الوطنية، نحافظ على النسيج الاجتماعي في الأردن. وآمل أن ما قام به الجاني من الاعتداء على الصحفي ناهض حتر، والذي قضى في سبيل القلم وفي سبيل الكلمة وفي سبيل الرأي والرأي الآخر، طبعا احنا ديننا ودستورنا يحترم الرأي والرأي الآخر، وما قام به هذا الجاني حقيقة لا يقترب من الإسلام بأي شيء كان. الإسلام دين العدل، دين العدالة، الإسلام دين السماحة، دين التسامح، حرمة الإسلام النفس. لا يقبل أن تقتل نفسا بغير حق، وخصوصا أن هذا الشخص في قانون بيعاقبه، في محكمة موجودة، فما بيصير أنه أنا بروح أقتص من شخص حتى أعتقد أنه أنا بحقق عدالة، لا، بل أنا حققت جريمة وأصبحت رجل جاني ومجرم في نظر المجتمع وفي نظر الناس اللي يعني حقيقة أساءهم هذا المشهد المدمي، واللي بدي أقول يعني يحاول أن يكون يضرب وحدتنا الوطنية، نسيجنا الاجتماعي. صحيح. وبالذات كون هذا الإنسان ينتمي إلى الطائفة المسيحية، وأعتقد أن هذا الأمر دبر في ليل، وهذا الأمر الهدف منه اللي ضرب الوحدة المسيحية الأردنية وخلق بلبلة وإشكالية بأنه المكون المسيحي أصبح مستهدف لا سمح الله من أطراف متطرفة. حقيقة الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر أعتقد لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الحادث الأليم، واللي يجب أنه جميعا مسؤولين ومواطنين أن نقف بحزم وبشدة أمام قوى الشر، قوى الظلام اللي بتحاول العبث وتحاول التخريب في وحدة هذا الوطن وأمنه واستقراره وهيبته. وأعتقد آن الأوان أن نعمل إلى إعادة مراجعة وإعادة تقييم إلى خططنا الوطنية الاستراتيجية، تكون مبنية على دراسات علمية وعملية حتى نقيم المشهد الأمني والمشهد الاجتماعي. صحيح. وكافة المشاهد السياسية والاقتصادية، وأن نقف جميعا مكتوفي الأيدي أمام قوى الشر، قوى الظلام، أمام خوارج العصر، أمام التطرف، أمام الفكر الظالم والمظلوم. صحيح. اللي بيحاول أنه يشوه المشهد الإسلامي، وآن الأوان أنه للفئة الصامتة أن تخرج عن صمتها وأن تنادي بأعلى صوتها بأن هذا مرفوض وهذا غير مقبول، ولن نقبله لا اليوم ولا غدا إن شاء الله. شكرا أبو ناصر. إذا سمحت، يعني الأردن يظهر في ظل إقليم متوتر تشتعل فيه الحرائق، هو أنه المكان الآمن للمسيحيين العرب. يعني الأردن استقبل مسيحيين من العراق، استقبل أزيديين، استقبل من سوريا، وتم رعايتهم بأعلى درجات الرعاية، اهتمام ملكي في هذا الموضوع، يعني حتى جلالة الملك في كل عيد بروح بزور وبعيد. يعني لماذا باعتقادك كيف يمكن أن نخرج من هذا الحادث إلى حالة أقوى اجتماعيا مجتمعيا في صورة أفضل، حتى ما نكون يعني مترددين والله في مخاوف ما في مخاوف. إحنا زي ما تفضلت، هذا الحادث له أثر عند الغرب، له أثر عند المراقبين، له أثر عند الناس اللي بيقيموا حالة الحريات، له أثر عند الناس اللي بيقيموا سيادة الدولة والقانون. أول شيء يعني طبعا أنا بتمنى من أخواننا وأحبتنا المسيحيين أنه
يأخذوا هذا الأمر على أساس أنه أمر طبيعي وليس المقصود فيه الجانب. يعني لم يقتل لمسيحية. لا لمسيحية قتل لأراء رأي شخص. رأي شخصي وكان يحاكم على هذا الرأي. فلا يجب أن ينظر إلى هذا من منظار مسيحي، بالعكس يعني إحنا كلنا يعني أنا كل زملائي وإخواني كلهم مسيحيين يعني صحيح. بالعكس إحنا بنعيش في حتى في الفيديو اللي انتشر فيه صبية محجبة هي حاولت إسعافه يعني. لكن الغريزة الإنسانية يعني الغريزة الإنسانية طبعا كمان حتى تهدي من أيضا المشاعر الإخوان المسيحيين ومشاعر الناس المتخوفين. يجب أن يطبق القانون صحيح. إذا لم يطبق القانون يعني إحنا حرمنا مما للأسف يعني مما يسمى بعقوبة الإعدام منذ زمن طويل، ما لم تعيد حقيقة هذه العقوبة سيبقى الأمر كما كان. لازم هذا يتخذ بإجراء محاكمة سريعة ضمن الأصول، وطبعا احنا ما بنقول يكون يعني جزر شلفقة يعني احنا لا بنقولها، ويجب أن يحاسب فورا على الجرم. هذه بتريح الناس وبتهديهم بتهدي مشاعرهم وبتورجي أنه في دولة وبالتالي لأنه الدولة يعني الأردن. بدي أحكي شغلي بقرأ في أحد الكتب أو حكالي واحد عن القراءة في أحد الكتب حتى أكون أكثر صدقا، قال لي يعني من 77 أيام ما تولى ضياء الحق الحكم بباكستان وقف أمام 5 ملايين مواطن باكستاني، قال نحن هدفنا الأول إلا إلى أن نصل إلى تطبيق القوانين كما تطبق في الأردن. أنا عشت في الأردن، هذا بيقول وعاش في السبعينات في الأردن، وبيقول يتحدث أنه هدف الباكستان كان أنه يصلوا إلى الحد اللي يلتزم ويطبق فيه القانون والأنظمة وكيف المواطن بيقول حتى في جملة من الحديث لما حكى للجماهير أنه أنا كنت ماشي بنص الليل في شوارع أجيت على إشارات ضوئية وقفت على الإشارات الضوئية كان في واحد شوارع فاضية لم يتجاوز هذا المواطن الخط الأحمر. إحنا الآن وصلنا إلى مش خطوط تجاوز بتجاوز أفق كل صحيح. فأنا بقول تطبيق القانون هو الأساس في هذا، حتى لما بترجع لموضوع الصناديق ومسألة بنسرع يا سيدي طيب يعني جانب مهم جدا هو أنه الناس بتآمن بالقانون بس المهم أنها تعيشه طبعا يعني بدك تطبق القانون إذا ما في عندك الأجهزة اللي بتطبق يعني كمان إحنا المواطن لازم يشعر أنه والله بدي أطبق القانون، ما في ضرورة أنه أدخل في واسطات واحد قاتل واحد أصير بدي أطلع له عفو بدي أطلع له عفو والله العائلة أعفت عنه، هذا يبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين صحيح. فهذا الزلمة قتل يجب أن يحاسب على فعلته بأشد العقوبات حتى يعني طبعا أنت بدك تقرأ الظروف، هذا شو ظرفه؟ قتل واحد صاحب قلم، ما قتل واحد لا مرتكب جريمة ولا إيش، طبعا له أفكاره صحيح. بس ما أنا كل واحد له فكره، وكمان أيضا خلينا نأخذ بعين أنه الزلم يعتذر عن الأحاديث اللي كان يتحدث فيها أو الصور الكاريكاتيرية اللي نشرها واعتذر عنها فإحنا بنقول أنه يعني مش كل إنسان بده، إذا كل إنسان بده يطبق القانون بيده هذه صارت فوضى شريعة غاب وعامة على الناس وتؤثر سلبيا على المجتمع الأردني. شكرا لك يا معالي أبو ناصر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لمواصلة النقاش والحوار في بقية ملفاتنا. نعود أعزائي المشاهدين نواصل النقاش والحوار في موضوعنا لهذا المساء مع معالي باشا. الجزء الثاني من هذه الحلقة هو موضوع الاعتداء على حرمة الانتخابات أو على القانون أو على صناديق الاقتراع مما أثار جدل كبير في منطقة دائرة بدر الوسط وبعض الإشكاليات التي حصلت في مناطق أخرى. نعرف أنك كنت مشغولا بالانتخابات لشخصك الكريم، مرة ثانية نقول مبروك، لكن بأي صيغة يمكن أن نفسر للناس أخذ صناديق اقتراع؟ بأي صيغة نقنع الناس بأن المواطن محمي؟ وإحنا البعض بقوله باختصار الدولة لا تستطيع أن تحمي صناديق، لا تستطيع أن تحمي أرواح، هيك بعض الناس بقول، والبعض بقول إنه هذا تصرف فردي في منطقة معينة لأنه الناس غضبوا، والبعض بقول هذا تقصير مرحلي لا يعم، والبعض بقول أن العملية الانتخابية نجحت وهذا لا يضيرنا بعض الخروقات البسيطة. كل هذا متفقين معه، لكن هل ما يحدث مبرر له ويمكن قبوله؟ يعني سيدي بدي أقول شغلة، إنه هيبة الدولة تبدأ من مبدأ سيادة القانون وبتمر بحسن تطبيق القانون
وتنتهي باستخدام الوسائل المشروعة لتطبيق القانون. صحيح. حقيقة أنا كنت مدير أمن عام سابق، وأنا متأكد أن جهاز الأمن العام عمل خطة كاملة ومتكاملة وأمر عمليات متكامل، وعمل خطة طوارئ أيضا، وكان عنده في الحسبان أين البؤر اللي ممكن يكون ساخر. فيها اعتداء على الصناديق، وعنده جهاز أمن وقائي، وعنده مجلساته الخاصة اللي بتعمل تغذية راجعة من خلال دفع المعلومات إلى غرفة السيطرة وإلى قيادة جهاز الأمن العام للتحوط وأخذ الاحتياطات اللازمة حتى ما يحدث مثل ما حدث في منطقة البادية الوسطى. يعني بالمجمل العام، خليني أقول بأنه الهيئة المستقلة استطاعت أن تعمل جهدها، وجهاز الأمن العام قدم جهده ومجهوداته كاملة. تعرف أنت أمام مشهد انتخابي عام ويعم جميع حدود المملكة من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها، بتكون القوة كلها منتشرة في كافة بقاع المملكة. احنا خلينا نحكي أنه الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية نجحت 90% في باقي المناطق. صح. وقد تكون أخفقت أو تعثرت في 10% من بعض المناطق، فما بقدر أقول أنه والله فشلت العملية الانتخابية سواء أمنيا أو إداريا. لكن الخلل أو الخطأ اللي حصل في البادية الشمالية لا يمكن تجاوزه، ويجب أن يكون هناك حلول ناجعة ومقنعة لأهل المنطقة بالذات وللمواطنين. طيب معالي أبو ناصر، خطأ لا يمكن تجاوزه في ظل تقييم عام أن الانتخابات نجحت وهذا شهدت فيه التقارير الأوروبية، أم أن هناك نوع من عدم تقدير موقف سابق؟ باشا بقول في خطة بتنعمل وإحنا مؤمنين بهذا وشكرا لجهاز الأمن العام كلهم، بس يعني اللي صار يعني الصناديق مرمية بالشارع والصناديق بفوتوا ناس بأخذوها، إضافة لتشكيل ما الذي دفع الناس لذلك وانتقاداتهم التي وجهوها قبل ذلك أيضا إلى اللجان الموجودة وإدارة العملية الانتخابية في ذلك. زي ما تحدثت أنت عادة يعني بتحدد البؤر، يعني هو البادية الوسطى من البؤر اللي حقيقة لما تأخذ مناطق معينة. صحيح. في البادية الوسطى هذه لازم أيضا تأخذ فيها أقصى حالات اللي ما يستطيع ولا واحد لا يدخل على الصناديق ولا يحرك الصناديق بدون طبعا ما في النهاية تصل إلى نوع من الأذى استدام. أو من الاصطدام المباشر. أنا بعتقد في تقصير في هذا المجال، ولازم على الدولة والأجهزة أنه ينظروا في هذا التقصير حتى إن شاء الله بالمستقبل ما يصير هذا. أيضا هذا عملية تكسير وعملية هذا حدثت في مناطق أخرى. صح. في الانتخابات الماضية والسابقة، لكن أيضا بالانتخابات الماضية يعني تم إجراء عليها. بعتقد أنه هذه الإجراءات اللي تمت عليها لم تكن بالمستوى الرادع للبقية حتى. صحيح. ما يخدموا على ذلك، وبالتالي هدول اللي دخلوا على الصناديق وكسروا الصناديق وحاولوا حطوا ما قالوا حالات سابقة، يعني حالات سابقة قال لك مش رايحين يصير فينا إشي. وحقيقة يعني مصر. كمان هسه واجب الدولة أنه هدول اللي كسروا الصناديق ولا اللي حطوا بالصناديق ولا اللي سحبوا الصناديق يجب أن يحاسبوا، أما إذا تركتهم ستكون للمستقبل هذه العادة. تطبيق القانون يجب أن يتم. إحنا الحقيقة في الأردن للأسف يعني القيم عنا قاعدة عم تتفتت. صحيح. الناس يعني لابد من إعادة النظر في 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 مسارنا. إحنا كل ما نمشي للخلف، التعليم عندنا بيمشي للخلف، الصحة بتمشي للخلف، كل شيء بيمشي للخلف. الجامعة يعني كان عندنا المعلمين أحسن معلمين، كان الأطباء عندنا أحسن أطباء، صار الطابع المادي هو اللي يسيطر على كل هؤلاء الناس. ما لم حقيقة نعيد مراجعة كاملة لأيضا نبدأ بالأسرة، ننطلق من الأسرة للمدرسة إلى الجامعة، كل أنا بعتقد الأمور ستسوء ما لم نعالجها في أقرب وقت ممكن. باشا أنا كمواطن بدي أتخالف من الشرطي، وإذا أنا مخالف أخذ المخالفة وأنا أحترم وبشكر الشكر الشرطي، بس أنا ما بدي الشرطي إذا بيعرف أني أنا ابن وجيه أو ابن وزير أن يقول لي خلص روح، لأنه في وراي واحد يكون مسرع نفس السرعة تبعتي. هذا يحصل، إحنا مع كل احترامنا لأجهزة الأمن، لكن الناس يطلبوا القانون من أجل أن يعيشوا بأمان ومن أجل أن يحترموا حالهم ومن أجل أن تحترم الدولة هذا الأمر، لأنه في نهاية وده يكون في إنجاز وطني. الناس يشعروا بشكل عام زي ما تفضل المعالي أبو ناصر، تم التراجع في هيبة الأمن حتى. يعني أنا ضيف تونسي زارنا قبل
2010 قال حتى لباس الأمن العام كان بالثمانينات أكثر هيبة من اليوم شكلا. يعني إحنا ما بدنا نناقش الأمن العام بس بدنا نناقش، ما دمنا نتحدث عن هيبة الأمن بدنا نتحدث عن دولة بشكل عام. يعني وصلنا نشوف بيانات متضاربة أحيانا حول حادث واحد بعينه، كيف لنا أن نخرج إلى شكل أفضل وإلى تطبيق؟ الكل يقول والله القانون بتطبق علينا بعد ذلك ورضا. شوف يعني إذا بدنا نحكي عن هيبة الدولة، هيبة الدولة ليست مسؤولية مسؤول بشخصه صحيح. أو فرد صحيح. هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، مواطنين ومسؤولين، حكام ومحكومين صح. لأن الدولة للجميع وما في ما في غنى عنها يعني. ومسؤولية الجميع صح. وما في غنى عن الدولة، بقدر ما نحترم القانون وبقدر ما نحترم القائمين على القانون وبقدر ما نمتثل لسيادة القانون بقدر ما نتقدم في هيبة الدولة، والعكس يتم تراجع في هيبة صحيح. الدولة. بدي أقول لك شغلة، الآن في أمور خارجة عن إرادة الدولة، يعني خلينا نكون واقعيين، الظروف الدولية، الظروف الإقليمية، الظروف المحلية، المخاطر، التحديات، الفقر، البطالة. الآن إحنا نعيش في بلد مغلق من جميع الجهات، إحنا نعيش في سجن طيب. الآن إلا بالطيران نسافر، ما بتقدر تسافر لا شرقا ولا غربا ولا جنوبا ولا شمالا. إذا خلينا نكون صدقين مع بعض، ما في أي منفس يتنفس من خلاله المواطن الأردني. الآن في شح في الموارد الاقتصادية، في شح بالاستثمارات، فيش عندنا موارد اقتصادية اللي بنقدر نحل مشاكل الناس ومشاكل المواطنين صحيح. في عندنا غلا، في عندنا بطالة صحيح. في عندنا عطالة، في عندنا جيل من الشباب عاطل عن العمل خطيرة. الآن أنا شخصيا في عندي قلق وخوف من جيل الشباب صح. الشباب إذا ما فرغت الطاقة الكامنة عنده، وإذا ما وفرت له فرص عمل، وإذا ما وفرت مشاريع استثمارية عالية جدا وذات رؤوس أموال كبيرة اللي بتوظف فيها بالمئات والألوف، إحنا إذا بقينا بهذا الحال خلال السنتين الجايات راح الأمور تكون معقدة وصعبة أمامنا، وتكون الحلول مكلفة للحكومات حتى نستطيع أنه نحلحل الوضع. طبعا أنا بعتقد أنه في شيء خارج عن إرادة الحكومات وخارج عن، خلينا نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا لأنه إحنا أبناء الدولة. ما بصير أنا أطلبك شيء وأنت غير قادر على عمله. في ظروف بتحيط بالأردن، ولازم نفهم جميعا أنه إحنا يعني الظروف اللي بتحيط فينا أحيانا تكون مستهدفة وأحيانا تكون مقصودة لإضعافنا أو إرغامنا على اتخاذ قرارات لمصلحة الآخرين صحيح. بس في ناس فوق وبالرغم من ذلك، وبالرغم من ذلك استطاع الأردن قيادة وشعبا وحكومات خلال السنوات الخمس الماضية أنه يوزن الأمور بمقياس من الذهب حتى يحافظ على أمنه واستقراره، واستطاع أنه يحط أولوياته وينفذ من كثير من المطبات، كثير من المحاولات لخرق الوحدة الوطنية، لخرق الأجهزة الأمنية. يعني شوف المشهد الدامي في العراق وفي سوريا، يعني ما في واحد عاقل ما بيقول انه احنا ما بنتأثر فيه طب. نتأثر فيه أمنيا، نتأثر فيه اقتصاديا، نتأثر فيه سياسيا اجتماعيا. لكن انا في اعتقادي وفي رأيي انه الآثار الناجمة اللي تأثر فيها وانعكست سلبا على المجتمع الأردني، طبعا استطعنا انه احنا نعالج الكم الهائل منها بالقدر وبالقدرة الموجودة عندنا متاح. حتى إن احنا نحاول نحد من هذه الآثار، مش انه نعالجها كلها، لانه احيانا ما عندك الامكانيات انه تعالج هاي الآثار كلياتها. طبعا الكلف المالية هي تقف على رأس اولويات المعالجات. يا سيدي انا بستابع لحديث الباشا حول موضوع ما يحدث بموضوع البطالة والفقر لما كنا انا والباشا في مجلس النواب من 2012 كان في طرح عندنا، كان بداية الدعم الخليجي للمملكة الأردنية الهاشمية صحيح. اللي هو كان 5 مليارات او اقل لانه دولة قطر ما التزمت بهذا الموضوع. كنا نطرح انه خلي الجزء الاكبر من هذه المعونة بالتعاون مع القطاع الخاص يروح لمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنتشر في المحافظات حتى نبدأ بداية في محاربة جيوب الفقر والبطالة. وهذا بالتالي كان على الأقلية يعطي الإنسان اللي موجود هناك الأمل إنه والله إذا ما لحقت السنة الجاية بلحق السنة اللي بعدها واللي السنة ما بصير. وإحنا ما قلنا ما بتوقفوا المشاريع صحيح. شوفوا المشاريع الأساسية اشتغلوا عليها، لكن الجزء الأكبر من هذه المعونة لو مشينا من هذاك الفترة
على ما ضوعنا الاستراتيجية واضحة. من الجزء الأكبر من الحقيقة من المعونات صارت تروح على شوارع وتروح على شغلات ما لها لزوم، وإحنا في حاجة للتحسين. ما هو هذا السؤال اللي يسألون المواطنين أو الشباب، يعني أنتم تشبعون تنظيرا وتفكيرا ودفاعا عن الدولة وهيبة الدولة، وأنا أزداد فقرا وأنا ما عندي شغل، وفي ناس دكتوراه قاعد يعني الشغل، في ناس بنات مليان ما بيشتغلن، وانتم بتواجهوا هذه مشاكل اجتماعيه. يعني بدي اقول لك شغله، كيف لنا ان نخفف من هذا؟ اكثر شيء في الحمله الانتخابيه كان طلب الوظائف. طبعا كان ما في بيت ما بطلب وظائف، يعني انا اغلب البيوتات اللي فتها ما في بيت فته ما في عطاله وبطاله. صحيح. بين الشباب وبين الشابات، واول مطلب انه كيف بدنا نتوظف، كيف بدنا نعيش. يعني المخيف اكثر انه سن الشابات وسن الشباب تعدى الثلاثينات وما في زواج بسبب انه ما حدا بيشتغل. صح. يعني البنت اذا ما بتشتغل ما حدا يتزوجها لو كانت ملكة جمال. فهذا بيسوي والشاب اذا ما بيشتغل ما حدا بيعطيه بنته يقول لك كيف بده يعيشها. شايف؟ فهي مشكلة اجتماعية يجب ان نلتفت اليها، ولابد من وضع حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية اللي بتهدد البناء الاجتماعي للأردن. هذا شيء مهم وقد يغيب عن ذهن كثير من الناس، لكن آن الأوان أن نلتفت إلى هذه الأمور. وأنه خليني بقول، المسؤول يجب أن ينزل إلى القاعدة ويرى ما يجري في داخلها. يعني قد تكون بعض الأمور غايبة عن ذهن القيادات المعنية بهذا الأمر، لكن الشيء اللي شفته أنا ما كنت أتصور أني أشوفه إلا بسبب حملتي الانتخابية، شعرت فيه ولمست، وكنت قلق وكنت خايف من هذا المشهد المرعب والمخيف اللي موجود في القاعدة. صحيح. احنا بدنا وزراء يروحوا مش سياحة على مناطق سياحية، يروحوا على الطفيلة، يروحوا على المفرق، يروحوا على وادي رم، يشوفوا البنات والناس يرصدوهم. التنمية الاجتماعية يروح يعني عم بتروح الحكومة الآن على الأطراف بس ما عندها إيش يتقدمه. يعني بتروح في جولات بتصير بس ما الناس بدهم، زي ما تفضلت أهم إشي الوظائف. والانفجار الاجتماعي هو من أخطر أنواع الانفجارات، لأنه هو بأدي معالي مناصر الالتحاق ب يعني شباب الآخرين ركب المتطرفين. شوف يعني إذا إحنا بدنا نظل نفكر بديوان الخدمة المدنية هذا شيء راح يدمرنا. يجب أن نفكر بمشاريع رأسمالية استراتيجية بتشغل 500 بتشغل 1000 بني آدم، وتبدأ هذه المشاريع في البوادي وفي الأطراف، بتحل مشاكل الأطراف، حتى بتحل مشاكل الأطراف. صحيح. وإنت إذا أمنت الأطراف أمنيا واجتماعيا واقتصاديا أمنت الدولة وأمنت هيبة الدولة. يعني هذا ما كان أبو ناصر له تجربة حتى في العمل المؤسسات الصغيرة الشباب تشجيعها، وهذه بتشجع العمل وبتقلق بتريح الحكومات. احنا صحيح. اقل من اقل يعني لو اخذنا كل قضاء في الاردن عندنا بحدود 100 وشوي، كل قضاء عملنا فيه مشروع كبير اللي بيوظف من 500 ل 1000 بني ادم بحل المشكله كلياتها في القضاء. وايضا في المشاريع الصغيره لك تجربه مع هي انت اصلا صغيره وسط كبيره بدك صحيح. كيف هذه احنا اقل الدول في سلم الادنى في العالم في المشاريع الصغيره. يا سيدي المشاريع الصغيره قد تبدا من 50,000 فما فوق، المشاريع المتوسطه تصل املاغ ل 4 مليون 5 مليون. احنا نتحدث عن ايجاد فرص عمل. صحيح. بالتعاون مع القطاع الخاص، بيدخلوا هم والقطاع الخاص، لو الحكومه حطت جزء والقطاع الخاص حل وانشاوها، لانه طبعا بدك في المناطق النائيه لازم تكون الحكومه مع موجوده ولا مع القطاع الخاص حتى يشعر القطاع الخاص بنوع من الطمانينه وما انه صحيح. مش رايح بكره كمان مش رايح حدا يطخ واحد يسكر له المشروع او ما هو كمان احنا عندنا الاتيتيود يعني كمان صحيح. مش سهل صحيح. يعني هذا فانا بقول لو بدانا هذا في 2013 و2014 كان مخرجنا. وانا بتحدث ايضا حتى لما تتحدث على الديمقراطيه ولما تتحدث على انتخابات لما تكون الاوضاع الاقتصاديه مريحه غير مخرجات غير الناتج بيكون مخرجات ما بيكون الناتج اللي بتشوفه بتشوف المواطن للاسف الشديد بركض ورا 25 ليره ولا 30 ليره ولا 40 ليره حتى يبيع صوته، لانه ايضا له تجربه قاسيه مع المجالس السابقه. صح. له تجربه قاسيه، بقول لك النائب بنتخبه من هون ثاني يوم بروح من هون يا اخي ما بستفيد منه شيء، بروح على عمان بحقق مصالح شخصيه. يعني المجلس السابق للعلم جزء كبير من هذه مؤسسه جاتكو مشاريع صغيره أخبر. مشاريع صغيره اشتغلوا على مستوى محكمه على مستوى مدرسه على مستوى انت بتعرف في هذا اللي بنعرفه احنا، فهذا اللي للاسف الشديد اللي لا بيصير الانسان. والله ما عليك انه في نواب اشتغلوا على مشحمه وعلى مدرسه وعلى روضه وعلى محل مي واخذوا حق شباب طبعا في الاطراف هم اولى وبنات اولى في هذا الموضوع. بدنا نروح لفاصل سيدي بما اننا صرنا نحكي على هذا المستوى حتى نرفع مستوى الحوار، نعود بعد فاصل اعزائي المشاهدين ابقوا معنا.
نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى باشا، برغم ما كنا نتحدث فيه عن أن التنمية الحقيقية وإصلاح الناس يبدو جهد صادق، بده مؤسسات تنزل للميدان، بده وزراء يكونوا معنيين في الميدان، بده ناس. بس أيضا نرجع لموضوعنا الهيبة والانتخابات والدولة ومسؤولية المسؤولية في تطبيق القانون. اليوم لدينا صندوق انتخابي رقم 92 ما زال مفقود. هل تعتقد من السليم أو من هل صورة الدولة الأردنية اللي احنا بنتغنى فيها نواحة مستقرة أن يسأل أحد أين هو الصندوق؟ ممكن يطلع فيلم هذا الصندوق، يصير فيلم حوله، صندوق رقم 92، ولا يوجد مخرج قانوني أو وزير داخلية أو رئيس حكومة أو أي مسؤول يقول للأردنيين أن هذا الصندوق موجود عند فلان أو عند شخص بالترميز، وأننا عندما نعثر عليه سنحاسبه أمام القانون. هل عجزنا عن ذلك باعتقادك؟ لا، شوف يعني العجز عن المتابعة أنا بستبعده. الدولة أو الحكومة أو الأجهزة المعنية قادرة أن تصل إلى أي كان وبسهولة وبيسر. شوف، ما في شيء بالوذراع الدولة، وما في شيء بالوذراع الأجهزة الأمنية، وما في شيء ما بتقدر الأجهزة بتصل له. أتمنى. لكن أحياناً أنت بدك تعمل ميزان واتزان. أنت بتعيش جو انتخابي، بتعيش ظرف انتخابي، بتعيش جو قد إذا تصرف الأمن أحياناً تصرف معين قد يترتب تكون خسائر أكثر من قد تكون الخسائر أكثر من المرابح، ولكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. بالمجمل يعني انفق الصندوق، لكن عندك ألوف الصناديق إجت وانفرزت. فأنا بعتقد أنه أي شيء فردي لا يعمم القاعدة، يعني هذا بيظل شيء استثناء، وأعتقد أنه بيحصل في كل دول الدنيا. طيب بدي أوافقك على هذا، بس يمكن المواطنين بيشاهدونا ما يوافقوك على أنه يحصل في كل مناطق الدنيا. جدل حول المناهج، استمرت الدولة الأردنية شهرين على المناهج مع ضد. البيان اللي طلع وزارة التربية والتعليم طلع متأخر بعد شهر تقريبا من جدل ومن اتهامات، هذا بكفر هذا وهذا بكفر هذا، حملة صليبية على المناهج، لا تجديد، لا تطوير، لا تغيير. في المغرب حصل هذا تغيير مناهج، وقالوا أننا قررنا أن نقرر منهاجا جديدا يتضمن كذا كذا واحد ثلاثة بما ينسجم مع الدستور والدولة. وإحنا قلنا هذا بس في بيانة متأخرين جدا، وكل واحد بروح على الوزارة بحكوا له رواية معينة. سيدي أنا بس طب ليه نترك الناس؟ ليش نترك أنت رجل دولة باش؟ أنا بحكي معك في منطق رجل دولة، لك كل الاحترام والتقدير، لماذا نترك الناس لكي يفيضوا على بعض بالكراهيات وبالاتهامات وبالتكفير وبالعلمانية وبالإسلامية، ونحن فقط عملنا مناهج قد لا نتفق مع ما ذهبت إليه وزارة التربية والتعليم بكل تغييراتها وأدينها. أنا شخصيا لا أراها علمية محترمة، بمعنى كان ممكن أن نخرجها بطريقة أفضل. لماذا نترك بدون بيان واضح؟ يعني الملاحظ أن الدولة تغيب والحكومات تغيب والوزراء المسؤولون يغيبون عن إفصاح وإبلاغ الناس بالحقائق والخروج بمنطق الدولة التي نريدها احنا وانت. سيدي خلينا نتحدث فضل. انا مش مع تغيير المناهج، انا مع تحديث المناهج، تطوير. صحيح، انت بتحدث وبتطور وبتضيف شيء نوعي العصر. وفق احتياجات العصر وفق احتياجات السوق. احنا معك فيه. ان شو العملية التربوية او التعليمية شو بتحتاج. صحيح. يعني شوف، الإصلاح التربوي ما بيبدأ بالطالب. صح. الإصلاح التربوي بيبدأ بالجهاز التربوي. صح. في عندك جهاز إداري وفي عندك جهاز أكاديمي. صح. أول شيء أنا بدي أصلح نفسي وبعدين أبدأ بالآخرين. إذا أنا كنت خربان كيف بدي أصلحك؟ طيب. بخربك معي. صحيح. بجرك لتحت. بجرك لتحت. الآن يجب أن يكون الإصلاح في جهاز التربية والتعليم، إصلاح الجهاز الإداري وإصلاح الجهاز الأكاديمي، وبجيب يكون في عندي مدرسين ومعلمين أكفاء اللي بتكون مخرجات العملية التربوية في المدارس مخرجات تعطيني نسبة مئوية 70% مقبولة، برضى ب60% يعني. مقبولة. لكن أنه أنا بتغنى أنه مدارس في البادية الشمالية لم ينجح منها ولا واحد وبفتخر بهذا الموضوع، هذا مش ذنب الطلاب اللي رسبوا بقدر ما هو ذنب وزارة التربية والتعليم وذنب القائمين على الجهاز التعليمي. صحيح. لو كان في ناس الدرس الطلاب هذول ما كانت انه النسبة صفر. صحيح. هذا شيء حقيقة معيب جدا انه احنا نصل في الاردن
إلى هذا المستوى. يعني أنا درست في مدارس البادية في الستينات وفي السبعينات كانت أحسن اليوم، وكان عدد الأساتذة اثنين أو ثلاث، وكانوا يدرسون في أربع صفوف وصفين مع بعض دمج. بس كان بعطي وقت إضافي حتى يعلمنا، واستطعنا أنه الأرياف والبوادي صحيح. تصل للجامعات وبنلتحق وبننافس أبناء المدن وتفوقنا عليهم حتى في مجال التعليم. بدي أتابع ثانية بس طب. بدي أتابع للحديث. في زمنك وفي زمني كانت المعلم مهنة محترم، مهنة محترم، مش وظيفة محترم. الآن أي واحد يلاقي وظيفة خلينا ندخل معلم بعدين بننتقل لمحل تاني، فعشان هيك تراجع التعليم في الأردن، لأنه كانت مهنة واحد يدخل على هاي حاب إنه يعلم، مش جاي كان معلم براس. كان المعلم مقدم بين الناس، كان راتب المعلم من أفضل الرواتب، كان يعني حتى أساتذة الجامعات هذا ينحسب لهم. لما كان دورة الدكتور عبد السلام الجاي رئيس الجامعة الأردنية كان راتب الأستاذ 600 دينار 500 دينار، بس كان أحسن راتب وزير. أنت بتعرف الآن هذا أوجد حاجة. يعني بدي أقول لك شغلة، الآن نسبة النجاح 20%، كارثة. طيب الباقي وين بده يروح؟ بالشارع. بده يروح على الشارع. معالي أبو ناصر، يعني هل تعتقد أننا نتصرف في الملفات الوطنية بإدارة حكيمة، بمعنى أن نخرج عن الناس بيان واضح؟ ليش نترك الناس يعبروا على الفيسبوك؟ في انسحاب البعض، انت قلت انه في ناس بيقول لك بده ينال من ثقه الاجهزه يضربها في بعض او يسوي سمعتها لا سمح الله، واحنا كلنا معه. بس كمان انا كمواطن لما انترك شهر بدون ما حدا يقول لي، المعلمين بيطلعوا بيان، اللي بيقول لك بدي اسوي منهاج موازي، اللي بيقول لك انا والله بدي ادرس الايات شطب الذنبات، هو بجوز ما شطب، بجوز نقل. مع كل احترامنا للشخص معالي الوزير وذاته وكل من عمل في التربيه والتعليم وفي عمل في التطوير، لكن لم يكن هناك بيان واضح. الدوله تغيب، حتى مقتل الشهيد العمر رحمه الله كنا نتمنى أن يخرج بيان واضح، أننا استدعينا السفير، تحركنا في هذا الاتجاه. هذه أسئلة الناس. تفضل سيدي. 2011 غير كل شيء حقيقة، صار يعني المسؤول صار يخاف، صار المسؤول يخاف، وبعدين بطل يطلع حتى حقيقة. يعني إذا غير بأي شيء بطل فيه أيضا. حتى لما تنظر الآن إلى الزعامات أو القيادات، بطل الناس يرد عليها، لأنه أنت خلقت قيادات. يعني على مر الحكومات السابقة، مش بحكي أنا على من 2000 فما فوق، بحكي من قبل، كسرت الزعامات، كسرت القيادات، الشيوخ اللي كانوا يعقلوا على الناس، يعقلوا على الناس ويهدوا على الناس، بطلوا الناس يرد، بطلت الدولة ترد عليهم وطلعت قيادات بدالهم. أيضا هذه القيادات تمشي مع زي ما بيقولوا، طالما هي منتفعة بتأيد، طالما هي مش منتفعة تحتجب عن الهاي، بتبطل شو اسمه. زي ما بقول أنا في الزمانات قلت لأحد المسؤولين الكبار، ما بديش أجيب الاسم ولا أجي، قال لي فلان بكتب على شو شايط بحكي، وقلت له هدول زي سلوت ماشينز اللي بالكازينو، بتحط فيها مصاري بتسحبها بتمشي، ما بتحط فيها مصاري ما بتمشي. فهذا الحقيقة اللي إحنا من 2011 اختلفت عنا، الناس صارت تخاف في قراراتها، أيضا ما في عندنا نوع من الطمأنينة أيضا في السلم الوظيفي. يعني تجد أي واحد مثلا، حتى الأمناء العامين اللي أنا كنت دائما أقول هدول يجب أن يكون هنالك معهم ضمان وظيفي، ضمان وظيفي. يعني لما بتجيبوا على الوظيفة بتحطوا بهالوظيفة، في شعور إنه مش كل يوم ثلاثة لما يقعد هذا مجلس الوزراء بصير يقول رحت ولا ما رحت، رحت ولا ما رحت، بصير حتى شخصيته ضعيفة، بصير قراراته ضعيفة في كل هذا المجال. فأنا بتمنى يعني حقيقة أن يعاد النظر في كل هذه الأمور، وأيضا ينجاب ناس أقوياء قادرين على تنفيذ جلالة الملك امبارح بتحدث مع دولة الرئيس وبيقولوا بدنا الشفافية، ويكون في مكاشفة بينك وبين المواطنين، لازم يكون في مكاشفة. أنا اتخذت قرار، قد أكون قرار صائب وقد أكون قرار خاطئ. هزاع المجالي في 55 دخل في حلف بغداد، قامت الدنيا، قامت الدنيا، دخل على مجلس النواب قال لهم هذا ليش أنا أخذت هذا القرار، اللي عنده أحسن من هذا القرار يتفضل وأنا بتنازل عن رأيي. فهذا الأصول في هذا الحديث. شكرا معالي الباشا. أقل من دقيقة باختصار، كلمة أخيرة إذا سمحت بتوجهها للناس في موضوع احترام القانون. لسيدي أول إشي أنا بدي أوجه كلمة لإخوتنا المسيحيين وأحبتنا اللي نعيش معهم العيش المشترك والتاريخ المشترك واللغة المشتركة والقومية العربية اللي بتربطنا نحن وإياهم، وأقول لهم
أن الصحفي ناهض حتى القضاء في سبيل قلمه وفكره وليس بسبب مسيحيته. صحيح. وأنا أقول لهم نحن مسلمين ومسيحيين أبناء الأردن، والاعتداء هو اعتداء على الوطن وليس اعتداء على المسيحية، الاعتداء على المسيحي وعلى المسلم في آن واحد. صحيح. وأقول لأهله وأحبته وأصدقائه إلهم الصبر وإلهم السلوان. شكرا لك معالي الباشا الوزير والنائب مجدد أيضا مازن القاضي، شكرا لك. معالي السيد أيمن المجالي، شكرا لوجودك معنا. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نستودعكم الله.